قلتي لي وانا بقدم الفقره اللي اتكلموا عنك كتير، تقولي ايه للناس اللي وقفوا مع ابو ولادك وقت الازمه ضدك؟ ايه هما فين دلوقتي؟ اختفوا. بصي، هو في الاول وفي الاخر دي مشكله انا يعني اتفقت معاكي ما نتكلمش فيها خالص ولا ننطق اي حاجه ما تخصناش، بس هرد على السؤال ده، وده انسي تجيبي السيره دي تاني. الناس دي مش موجودين دلوقتي، هما فين؟ ما استمع صوتهم يعني. زائد انه دي مشكله شخصيه بيني وبينه، مشكله كبرت لان احنا معروفين، دخل فيها حتى الجمهور دخل فيها، يعني انا ما شفتش مشكله ده يعني. عارفه احنا لو عندنا بيت كان زمانه دلوقتي مليان بالناس، فما حدش ليه ان هو يتدخل، ما حدش ليه ان هو يتكلم. اللي اتكلم في الاخر انا وهو، في بينا اولاد، واي حد داخل بينا هو خارج في الاخر، لانه هيلف الزمن وهتلف السنين وهيلف اي حاجه والمواقف، وانا لو وقعت في ازمه اكيد هو هيجي، لانه عشان مش عشان انا، عشان خاطر ولاده، وانا لو لقيته في ازمه اكيد انا اول واحده هجري عليه. هو راجل كويس جدا وراجل محترم ومتكفل باولاده وكويس مع اولاده جدا، فننهي الموضوع ده وخلاص وما نتكلمش فيه تاني خالص وما نكتبش عنه، لانه يعني انا زهقت وكل الناس زهقت خلاص، ما بقاش موضوع شخصي يا جماعه، عيب، موضوع شخصي التزم خلاص، موضوع خلص انتهى. هو كويس وانا كويسه الحمد لله، مالكوش دعوه بينا خالص، محدش يجيب سيره الموضوع، واللي بيقول رايه ده يروح يقول رايه في بيته في شخصيته في حياته، كل واحد حياته خربانه، ما يجيش يتدخل في حياتنا احنا، حتى لو الموضوع بقى راي عام. هو ايه يا جماعه، ايه يا جماعه ده الكلام ده للناس اللي هم كانوا واقفين ضده، لكل الناس اللي ضده واللي مع واللي 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 كل دول، بس مش عايزين حد يتدخل، ولا هو عايز يتدخل اكيد حد في حياته الله اعلم بيه، ولا انا عايز حد يدخل في حياتي. وما تتدخلوش في مشكله ما تخصكوش، وملكوش ان انتوا تتكلموا، لان انتوا لا تعرفوا حاجه ولا ما تعرفوش حاجه، فاسكتوا. بس في الاول وفي الاخر انتوا اللي صدرتوا مشكلتكم للاعلام. لا حبيبتي، انا عن نفسي ما صدرتش اي حاجه خالص، ولا هو الحقيقه، هو الموضوع انه الاعلام تدخل في الموضوع، والناس بدا كل واحد بقى اللي قاعد بقى على القهوه واللي مش لاقي شغل واللي مش عارف ايه يقول لك انا ومش عارف ايه وانا مع ده وانا اصل مع دي واصل انا مش عارف مين. انتوا مين بجد؟ بس خلاص، انت وهي وهو بس خلاص، محدش ليه دعوه بينا، احنا حرين ناكل بعض، هنتصالح، نقطع بعض، في بينا اولاد، مالكوش دعوه، محدش ليه دعوه. هو راجل محترم وانا ست محترمه، محدش يتدخل في حياتنا ومحدش يقول رايه وميرسي، سلام عليكم. يلا اللي بعده. لا، ما انا عايزه اقول لك على حاجه، الفقره دي اسمها الكلام عليك، يعني هسالك على كل الكلام اللي بتقال عليكي.